الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عدنا مجددا أيها المشاهدون الكرام في مشعر منى ومع ضيف جديد ولكنه ضيف من نكهة أخرى مع الأستاذ الدكتور صالح ابن سعيد نعمان أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الملك خالد بأبها. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم ويحفظكم. أنت شيخ من نكهة أخرى هي نكهة الشيخ ناصر. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. نرحب بكم الشيخ من الجزائر. الله يبارك فيكم ويسلم بكم ويحفظكم إن شاء الله. أنا سألتك يمكن قبل الهوى كم لكم يا شيخ في السعودية؟ السعودية سنة الآن بالضبط. سنة. سنة كاملة. ما شاء الله. كلها في جامعة الملك خالد. الملك خالد نعم. الملك خالد. حيا هلا بالجزائر وأهلها. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. الأخ ناصر نقل لنا صورة جميلة صراحة عن الجزائر وستزداد جمالا إن شاء الله بعد إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله. اللهم آمين. وبحكم دكتور صالح نعم لما سألت على المنطقة قال لي من منطقة القبائل وهي غالية علينا وهم يتحدثون اللغة أو اللهجة الأمازيغية نعم على خلاف في ذلك فنقول للشيخ يعجبك الحال ولا يعجب غارة يعجبني يعجبني الحال الله يسعدك يا دكتور اسمح نمشي حنا خلاص ما عاد نفهم شيء أوي دمان أوي دمان أوي دمان يبلغ إن شاء الله يعني لا عندك كلمة تتصل يعني اعطني ماء اعطني ماء الماء والأمان والماء جام الأمانة إلى الأمانة السلم وراحة وغيرها ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ الدكتور صالح أنت في الجمعية في جمعية العلماء وحفظ الهوية نعم إن شاء الله اسمها هكذا لا اسمها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نعم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. طيب عطنا نبدأ عن الجمعية هذه. هي بحق تأسست سنة 1931 أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر. قديمة. أسسها نخبة من العلماء الجزائريين ما شاء الله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى كان للشيخ البشير إبراهيمي عبد الحميد بن بديس هو رئيس الجمعية الأول ما شاء الله ونائبه شيخ البشير إبراهيمي وهؤلاء لهم هم أشهر من نار على علم ما يحتاج نعم فهذا التأسيس كانت له كان تحولا كبيرا في مسار تاريخ الجزائر المعاصرة لأنه نعرف أنه إنشاء الجمعية سنة 1931 وكان السنة بعد احتفال الاحتلال الفرنسي وأنا أقول الاحتلال الفرنسي نعم الاستدمار الفرنسي مصطلح وليس الاستعمار وليس الاستعمار نعم. الاستعمار من التعمير كان استعمار صليبي صحيح يعني استهدف العقيدة والهوية أكثر من الخيرات هو هذه ميزة الاحتلال الفرنسي ميزته في الجزائر بالذات نعم. لم يدخل مثل ما كان مع نابليون في مصر أو في أي مكان آخر من العالم الإسلامي في الجزائر كانت له خصوصية بحيث أنه أول ما بدأ باستئصال الهوية الجزائري نعم. أول شيء أول دخول عندما دخل الإسلامية نعم. 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 لأنه بالنسبة للجزائر قضية الإسلام هي في الحقيقة هي الغراء الذي جمع قبل ذلك بالمجتمعات الجزائرية التي كونت المجتمع الجزائري نعم فنحن عبارة عن طبعا المجتمع الجزائري هو فيه السكان الأصليين هم الأمازيغ نعم وفيهم الفاتحين المسلمين ثم توافد الفاتحون بمختلف أنواعهم كانوا من اليمن من شبه الجزيرة اللي هو من اليمن من الشمال من مصر كذا وغيرها فتشكلت ثم حتى السكان الأصليين كانوا كذلك يسموا قبائل نعم. الشمال والوسط والجنوب وأقصى الجنوب اللي هو التوارق وغيرها فالإسلام أعطى هذه التشكيلة المنوعة ننطقها الطوارق أي نعم الطوارق نعم. نعم اللي هي فأصبحت الوحدة في تنوع
يا سلام. وحدة في تنوع، وحدة التنوع لحمتها الحقيقية هي الإسلام. صحيح. هي الإسلام. صحيح. فجمع النساء وجمع الهوية وجمع الشخصية الجزائري متميزة عن شخصيات أخرى. الجمعية تأسست بعد سقوط ال بعد 100 سنة بعد قرن. أي نعم. لأنه دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر كان 5 جويلية 1830. 30. هذه جويلية بالفرنسي ها؟ جولاي. يعني؟ جولاي بالإنجليزية. حتى عندنا اسم دلع كذا جويلية. جويلية. جولاي ها؟ جولاي. بالإنجليزي جولاي. فال وبالتالي بعد مرور قرن 100 سنة احتفلت فرنسا في نفس التاريخ بمرور 100 سنة على احتلال الجزائر. نعم. وأعلنت شعار أو بل هو توكيد شعار الجزائر الفرنسية. نعم. باعتبار الجزائر إحدى محافظات الفرنسية. نعم. الفرنسية وانتهت ووصلوا إلى القناعة أن الجزائر جزء من فرنسا. لأنه كان أول عمل دخلوا الجزائر سنة 1830 من شاطئ سيدي فرج بالعاصمة. نعم. هو ماذا؟ هو تحويل المساجد إلى استبلات أكرمكم الله، وتحويل الكتاب بالكتاب هي المدارس القرآنية في ذلك الوقت بتأميمها، وتحويل كل ما له علاقة بالهوية. ثم بالتدرج ما بعد ثم معروف أنه كانت عملية الإبادة الجماعية لاستيلاء الأراضي، ثم أتى قانون التأميم فأمموا الأراضي نحو الأراضي وأعطوها لما سموا بالمعمرين. نعم. وهم الأوروبيين الذين استقدموا من أوروبا مغتصبين واغتصبوا هذه. نعم. الأراضي وغيرها، والملاك أصبحوا عبال واستعبدوا للعمل في هذه الأراضي اللي هم ملاك الأصليين. ثم أصدروا قانون اللي هو ما يسمى بقانون منع استعمال اللغة العربية، وبدت تتوالى القوانين فيما بعد لمسح الهوية كلها. ثم في هذه النقطة فقط، احنا بما اننا في موسم الحج، لو يكون الربط بين هذا وبين اللقاء الذي كان بين مؤسس الجمعية الإمام العلامة عبد الحميد بن بديس والشيخ الأديب محمد بن بشير الإبراهيمي الذي كان في المدينة، هذا الذي جعل نواة لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هو في الحقيقة كانت في حج. نعم، هو سنحتفل بال ميلاد الجمعية يوم 17 ذي الحجة. نعم. هي نشأت. نعم. يوم 17 ذي الحجة. نعم. الحديث يعني بعد 930 بعد مؤتمر الحج. نعم. والحجة يسمى مؤتمر الحج في الحقيقة، هو مؤتمر فعلي. صحيح. وأنا كنت أتكلم مع الأستاذ ناصر وأنا جاي معه، قلت أنا تحدثنا عن الحج نظريا. نعم. صحيح. كتبنا عن الحج، درسنا للطلاب عن الحج، لكن أنك تكون أنت الحاج. الله. أنت في الحج. الله. حقيقة أخرى سيداني، واقع آخر. هذا لا يستطيع أن يعبر عنه إلا بعايش الحقيقة. كم مرة حجيت يا شيخ؟ مرة واحدة، وهذه الأول مرة. هذه الأولى. هذه الأولى. هو الشيخ الآن والحمد لله رب العالمين كان مدرسا في جامعة قسنطينة في شرق الجزائر. نعم. والآن جاء لجامعة أبها، فكانت فرصة أن حج هو وزوجته وأبنائه. لا إذا هنا المشاعر مختلفة. نعم. لا تختلف. سيحدثنا عن أول حجة. نعم. أول حجة. خذ راحتك، خذ راحتك. أول حجة. آخر حجة. أنا هو الشيخ إن شاء الله تكون الأخير. لا لا أقصد الآن. نعم. أيوه هذه هي أول حجة وآخر. هو في الحقيقة بعد ال. مش آخر. أنت اعتمرت من الشيخ قبل؟ لا من قبل ما نجي السعودية. نعم سنة 2011. 2011. ورأيت الحرم ورأيت. الحرم والمدينة وغيرها. لا المشاعر. رأيتها كزيارة في غير موسم الحج. نعم. كانت خاوية على عروشها. نعم. لكن بالمعايشة لا شيء. وقع آخر يعني. سبحان الله. وكل يفسد أكيد ودرست أحكام هذه كلها والناحية العقدية بعدها الاختصاص، وتحدثنا عن أصل الحج وقرأنا لمن كتب في هذا الأمر من العلماء المسلمين عبر الزمن، لكن عندما تعيش تكون أنت في الحج. يا سلام. حياة أخرى نهائيا. أي سراء كمن سمع. نعم. وأنك عندما تكون أنت معاين للأمر وواقع في الموقع، أنت جزء من هذا الواقع، ربما في بعض الأحيان تستطيع أن تعبر عن هذا الواقع. يا سلام. أكثر ما فهمته حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. سواء في عرفة مع المعاناة كلها، أقول عرفة هي معاناة. معاناة الإنسان وهو يرجو الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، والإنسان خطأ كله. معاناة الواقع شدة الحرارة، والإنسان يستحضر ماذا؟ يستحضر يوم الحشر. الله. ان يصف الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجمع، ذلك
ان عندما يحشر الناس في عليه الصلاه والسلام من جزء ما يقولهم بين ما يقوله فالناس يغرقون في ماذا؟ في عرقهم، وهذا حسب ماذا؟ حسب العرق الذي بذلوه وجود بذلوه في حياتهم في عباده الله سبحانه وتعالى. فكل حسب هذا. وفي من بينهم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، في هذا الله فتشعر في ذلك الرقعة، تشعر بالمعاناة، تشعر أنه أنت تشرف على الموت في حالات معينة، وترى الناس من أشرف على الموت حقيقة، وهم ملقى على الأرض ومن شدة الحرارة حرارة ورطوبة، تشوف الأطفال الكبار المريض غيرها، لكن عند الاستنفار للخروج نشطوا من عقاب، نشطوا كله سبحان الله العظيم. فهنا استشعرت لماذا كان الحج عرفة، حج عرفة نظرا لما فيه من المشقة. خلينا شيخ نرجع شوي للحركة الإصلاحية، أهداف اللي كانت عند ابن باديس هي العقيدة، نشر السنة، نشر التوحيد. هذه الرؤية التي كان ينظر بها ابن باديس إبان استعمار فرنسي غاصب مغتصب، يعني استعمار صليبي، وقلنا يعني لم يأتي للخيرات لا بترول ولا غاز، كان يهم عقيدة الجزائريين. ورغم ذلك بفضل الله تغلب هذه الجمعية وبكفاح الجزائريين معه عن كل هذا، وأصدرت أول مادة في الدستور بعد الاستقلال الإسلام دين الدولة. هذه الرؤية التي كانت عند ابن باديس والإبراهيمي وغيرهم، إلى أبدنا بالأخير أنه نعرف أن الثورة بدأت بمن؟ بالمؤتمرون في مؤتمر الصنع، صحيح، تهيئة للثورة التي كانت يوم 12 ربيع الأول بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالميلادي أول نوفمبر 1954. أغلب هؤلاء هم طلبة جمعية العلماء المسلمين، تحفيظ كل كلهم، وهذا هو كان الهدف في الأخير اللي هو تحرير الجزائر بالوسيلة التي تتاح إليهم فيما بعد، وأتاحت لهم في الأخير كما قال المفدي زكريا شاعر الجزائر شاعر الثورة، عندما قال ماذا؟ يا فرنسا قد ماذا؟ انتهى عهد مضى وقت العتاب، وقت العتاب انتهى عهد العتاب، والآن ماذا؟ لابد من ماذا؟ من السلاح. الجمعية من آثار الحج أصلا نفسه أن الحج أتاح الفرصة ليجتمع العلماء الجزائريون في هذا المكان في هذه المناسبة، بحيث أن قداسة المكان والزمان كانت سببا في ظهور عمل مقدس آخر فيما بعد، اللي هو العمل لتحرير الجزائر من أمرين، من الجهل، لأنه لا يمكن تحرير من الربق الاحتلال ماذا إلا بالعلم. وربما تعرف أنه فرنسا عندما دخلت الجزائر كانت نسبة الأمية 0% في المجتمع الجزائري، عندما خرجت انعكس، يا الله أصبح ماذا؟ المتعلمون اللي هما 0%. سبحان الله، هذا من الأهداف التي سعت إليها وحققتها فيما بعد. ولذا أنه كان إنشاء الجمعية، هذا اللقاء الذي كان في المدينة المنورة بين البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس كان هو النواة سنة 1924، كان هو اللقاء الرسمي بينهما، والتفكير في كيفية حل أزمة الجزائر من ناحية الاجتماعية والتعليمية وكل الجوانب التي تؤدي إلى استقلال البلاد. ورأوا أن الحل هو ماذا؟ هو في أمر أساسي، اللي هو ماذا؟ اللي هو الجانب العلم. والعلم يعني ماذا العلم؟ يعني لابد أن يعرف دينه، والدين وتطبيقه هو قيم. ولذا كانت الصورة التكاملية واضحة عند عبد الحميد بن باديس وإخوانه في الجمعية، يا ماذا؟ هي لابد أن يقدم الإسلام بصورته التكاملية والشاملة، بحيث أن الإسلام ليس مجموعة تعاليم تعلم، ولكن هو قيم تمارس في الحياة. ممارسة للقيم هي التحرير، يتحقق التحرير، وهذا كانت البداية. شكرا لكم فضيلة الشيخ، كان ودنا حقيقة أن نستطرد في هذا الكلام الشيق الممتع، خاصة أنه يعني يلقي لنا ضوء عن مساحة جغرافية كبيرة جدا من وطن عزيز علينا وهو الجزائر. أعزكم الله يرحمكم. بعد ذلك كنا شهيد، كنا نحب الجزائر ناصر، والآن حبناها أكثر منك. الله يعزكم ويحفظكم إن شاء الله يبارك فيكم. هذا بلد يعني هي نبراس للبلاد التي تريد أن تتحرك في العالم الإسلامي. دائما الجزائر يعني عندما نذكر بلد المليون شهيد
نعتز بهذا. لكننا ننتقل مع المشاهدين إلى هذا الفاصل الإنشادي مع إبراهيم النقيب ثم نعود لكم من جديد. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميقي إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميقي إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبب الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي جزت بحرا وفلاه.